وباذن الله شركه الكوره هتؤدي دورها معايا اثنين احب افهم الناس هم مين دول اه ده مهم على فكره اه, أه الاستاذ خالد عبد القادر ده انا اعرفه من زمان وهو ناشئ في النادي الاهلي في الكره الطايره شاب كان وسيم كده وكان لعيب كويس لعب أه للفريق الاول لعب لمنتخب مصر ثم بطل بدري لانه راح انشغل ببزنس العصر اللي هو التكنولوجيا وال... لحد ما وصل لأعلى منصب ممكن في المجال ده أنه يبقى مدير مايكروسوفت في مصر مدير مايكروسوفت آه هو العالمية آه. الأستاذ خالد أهو وأحمد حسام ال... و... وهو بخبراته وقدراته التنظيمية وزي نميكن العمل وزي نعمل آه ملفاتنا و... 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 والزخم بتاع المعلومات دي طبعا هو يعلم الدنيا كلها في الحته دي والاستاذ احمد حسام عوض وهو بخبرته اللي اكتسبها من تواجده الناس انا فين الح... عايز ارد في الحته دي آه. وان الناس زعلانه ان هو كان مع الكابتن احمد مجاهد ايه اللي حصل وحصل وحصل ده عضو لجنه وشاب جديد داخل ياخد خبرات احنا لو فضلنا بالطريقه دي يا استاذ ابراهيم كل واحد من النادي الاهلي يخش فيحصل حاجه مش عجبانه في, في المكان نقول له ايه انت كنت استقيل ما لو استقلنا مش هيبقى عندنا كوادر تنتمي للنادي الاهلي ومش هنقدر نربي اجيال مثقفه وليها علاقات وفي في في, في مجالات مختلفه اولا ده من قال مع الشباب رجل اعمال ناجح ثانيا كان عضو اللجنه العليا كان رئيس لجنه الشباب في النادي لا رئيس لجنه الشباب وليد مبروك كان عضو اللجنه العليا لا ايام احمد حسام عوض احمد حسام اللي كان رئيس اللجنه طيب قبل وليد. مش هنلاقي هي اتعملت من, أيوه. من يوم رئيس هو عضو اللجنه العليا ايا كان رئيس آه. النادي الاهلي ما فيهوش ما فكره مين رئيس مين وكيل يعني كل دول شباب في الاخر واعد ايوه وانت بتجهز كوادر تكون تقدر تتحمل مسؤوليه الاهلي كورة خد خبرات في اتحاد الكوره خد الخبرات السلبيه شاف الكويس وشاف الوحش شاف دولاب العمل الدنيا ماشيه جوه ازاي؟ ما استفدش بيه النهارده؟ وراجع النادي الاهلي عشان يفيدني؟ طيب عمل علاقات مع الاتحاد الافريقي، عمل علاقات مع الاتحاد الدولي، شاف اللوايح، تعار... لا كان عنصر هيكمل ب... الصوره علشان الخبرات تتنوع ونكمل بعض كلنا. فبس دعواتكم واصبروا علينا وصبروا علينا مش يعني ان احنا محتاجين وقت كتير يعني سيبوا الناس تشتغل بدون ضغوط شويه الشباب ده عايز دعم دائما يا شباب يا جماهيرنا الجميله ناديكو عايز دعم ملوش غيركو حقيقه انتوا اقوى حاجه أنتو اقوى حاجه وهو النادي بيشتغل عشانكو لكن تاني مش بيكو مش كل واحد عنده فكره لازم المجلس يتبناها لكن احنا الدنيا هتشتغل في الاطار الذي حكم النادي الاهلي منذ انشاؤه الإطار القيمي التنظيمي التقاليد العراقه الـ انكار الذات الكل في واحد العمل الجماعي عدم الكلام الكتير الشغل كل ده هتشوفوه فادعوا لنا بس ودعمكم اذا نقدر نقول جزء من فلسفه العمل انه ما فيش حاجه معلنه والشركه ما بتشتغلش علشان تعلن عن نشاطها وبعتذر لكل البرامج اللي هتحاول واللي حاولت انها تعمل معانا مداخلات ما حدش فينا هيطلع في يتكلم في نتكلم حاجة في الشركة. اي حاجه احنا بنتكلم شغلنا يعتمد اذا كان محتاج مؤتمر صحفي هيتعمل مؤتمر صحفي لشرح هذا فقط لكن بهذه الاليه ما تزعلوش مننا اما تلاقونا بنعتذر وما بنتكلمش <applause> طيب على فكره احنا توقفنا من 10 ايام لان احنا كنا في اجازه الاجازه السنويه وأعلننا عنها وقتها ان احنا بنستاذنكم في <تصفيق> <تصفيق> <الـ> <تصفيق> أنا بس الاجازه كطريق فجأة بقت المسألة للبرنامج أولا بنشكر كل جمهورنا الحبيب اللي اهتم وسأل وقلق لي؟ انه ليه ملك وكتابها اختفى ليه ملك وكتابها فين فبنشكرهم على على المتابعه والسؤال لكن ارجعوا لاخر حلقه وانا بقفل استاذنتكم ان احنا هنكون في اجازه لمده 10 ايام الباشمهندس خدها فرصه وسافر بره مصر لكن وانت بره مصر الكابتن خطيب كلمك ما هو الموضوع ابتدى ازاي آه. من حوالي اكتر من شهر ونص <applause> لقيت مكالمه من الكابتن قعد تحت امرك يا أمر كابتن بقول لك ايه دخل في الموضوع على طول ك... الكلام اللي بيني وبينك ده مش عايز حد يعرفه م. اي حد قلت له انت عارف يا كابتن يعني عمر ما حد هيعرف حاجه مني خصوصا اللي انت د... اللي يتقال ما حدش يعرفها فقال لي هو انا لو احتاجتك في حاجه تهم النادي الاهلي في اللحظه دي هتقول لي لا انا قررت ان انا ابطل وارتاح و... قلت له والله لو انا يعني هحل حاجه للنادي الاهلي وانت شايف ان انا هكون الحل المناسب ولازم تتعمل مش هقدر اقول لك لا قال لي خلاص عشان بعد كده ما ما ترجعش قلت له هتديني فكره قال لي لا ونسيت م. مش نسيت الموضوع الموضوع فات عليه مده قلت يا جوز كان عنده فكره وخلاص اتحلت تأجلت أوه. لا مش اتحلت مش محتاجني خلاص في, في اللي كان هيقولوا لي لحد وانا بره ما لقيت مكالمه آه ما كانش عارف يوصل لك. اه ما كانش عارف يوصل لي وحضرتك بعت لي رساله وابني أوه. بعت لي رساله وقال لي كابتن عايزك تتواصل معاه م. كنت يعني دائم الحركه وخارج الفندق ما فيش واي فاي وكده كلمته فاجئني بقى ان انا احنا قررنا كذا 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 ها آه قلت له يا كابتن خلاص هي, هي فيها ايه ربنا عنا جينا قابلناه يوم الحد يوم الاربع امبارح وقعدنا مع بعض النهارده وحنلتقي نلتقي مره اخرى نقول له وصلنا لي ده اخر كلام حتى في موضوع الشركه